معركة طرطوشة البحرية حين انتصر الأسطول الحربي المغربي على أسطول التحالف الأوروبي، ما قصة أعظم معركة بحرية في تاريخ المغرب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم. كان أجدادنا المغاربة يتسيدون بحار العالم وحكموا بأساطيلهم العظيمة البحر الأبيض المتوسط لقرون في العهد لامرابط والموحد ولماريني، حتى حملاتهم العسكرية البحرية وصلت إلى قبرص وسواحل الشام ومصر دفاعا عن المسلمين هناك في عهد الأيوبيين والمماليك من بعدهم. قيام الإمبراطورية المغربية في العهد الموحدي بضم جزر البليار وسيطرتهم على الملاحة في غرب المتوسط إلى سواحل فرنسا وشرق الأندلس عجل في تشكيل أسطول حربي أوروبي مكون من الكاتالونيين والفرنسيين والإيطاليين وقراصنة لجزر الشرقية، حيث قدرت أعداد الأسطول الأوروبية ب200 سفينا. الأسطول الموحدي المرابط في شرق المتوسط كانت تصل إعداد سفنه إلى 80 سفينة من أسطول الشرق، حيث كان إجمالي عدد أسطول الإمبراطورية الموحدية يصل ل400 سفينة حسب ما قاله ابن خلدون، وكانت مقسمة إلى أسطولين: أسطول الغرب الخاص بالمحيط الأطلسي وأسطول الشرق الخاص بالبحر الأبيض المتوسط. اندلعت المعركة قبالة سواحل مدينة طرطوشة في السواحل الشرقية للأندلس، وكانت وقعتها على الأسطول الأوروبي شديدة جدا، حيث تم تدميره بالكامل وقضي على أغلب الجنود الأوروبيين. وامتلأت سواحل المدينة بأجساد الجنود، فالتفوق العددي للأوروبيين قابلته لا النوعية ولا التدريب ولا التصميم للأسطول الموحدي. دعا صيت المعركة في كل العالم المتوسطي ولشدة إعجاب صلاح الدين الأيوبي بالأسطول الموري الموحدي، أرسل رسالة عاجلة للسلطان المغربي أبو يوسف يعقوب المنصور يطلب منه إرسال جزء من أسطول الشرق لدعمه في حماية السواحل الإسلامية في شرق المتوسط وصد الحملة الصليبية،